أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة دارسي مادة الرياضيات، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة على الهواء. إن شاء الله النهاردة مستمرين في كلامنا المهم والممتع في نفس الوقت في الموضوع الثاني من أصل 6 موضوعات في منهج الاستاتيكا 2017. الموضوع الثاني هو موضوع العزوم، وزي ما اتفقنا قبل كده في الحلقتين اللي فاتوا انه احد الركائز الاساسيه في دراسه علم الاستاتيكا بوجه عام. كمان في منهجنا بنستغل او بنستفيد بدراستنا للعزوم في بقيه موضوعات المنهج السنه دي. في البدايه وقبل ما نتكلم في اي حاجه، اسمحوا لي وكالمعتاد اني ارحب باستاذنا الفاضل الجليل استاذ شعبان عبد الرازق عمر. اهلا بيك استاذ شعبان. اهلا استاذ محمد، اهلا وسهلا، اهلا بيك في حلقه جديده من حلقات العزوم. الحمد لله. هو الحلقه اللي فاتت استاذ محمد احنا كنا شغالين في عزوم القوى المستويه، وقلنا ان عزوم القوى المستويه ان لازم اعرف اتجاه الدوران بتاع القوه عشان احدد. طب اسمح لي يا استاذ شعبان، احنا الحلقه اللي فاتت طبعا انا ما كانش لي حظ اكون معاكم، فعرفت انه احنا اخذنا شويه مسائل على العزوم بالطريقه الاولى، الطريقه الاتجاهيه وقانون او نظريه فارنهايت، ده خلصناه خلاص، وشويه امثله عليه. لكن انا عايز قبل ما نتكلم فيما هنخش فيه بقى الجديد اللي هنطرحه مع بعض في الحلقه، في نقطة أنا شايفها في رأيي المتواضع غاية في الخطورة والأهمية، اسمح لي ناخد فيها 2 3 كده. السنة دي الامتحان 2017 في الرياضة، زي ما المنهج منهج مطور وجديد في أجزاء كتيرة منه، بالصدفة البحتة شكل الامتحان زي ما الوزير صرح من فترة قريبة، مش بس في الرياضة، لا ده في كل المواد هيكون شكل جديد. وحضرتك طبعا عرفت الكلام ده، انه هيبقى في دفتر الطالب في الثانويه العامه السنه دي، الدفتر ده في كل المواد على فكره، هيبقى فيه السؤال وتحته مكان للاجابه. فيما يتعلق بماده زي ماده الرياضيات السنه دي، واسمح لي الكلام ده مهم جدا طبعا، استاتيكا، ديناميكا، هندسه فراغيه، جبر، تفاضل، تكامل، لسه طبعا القرار النهائي ما اتخذش، بس الاتجاه الشكل العام كده انه الامتحان عندنا مش هيبقى زي السنه اللي فاتت او زي كتاب المدرسه رغم انه جديد، سؤال موضوعي والباقي اسئله، يمكن يكون العكس. يعني ايه العكس؟ يعني يكون مجموعه كبيره من المسائل الموضوعيه اسئله موضوعيه، ربما مثلا 40 50 او اكتر من الاسئله الموضوعيه، ومش عارفين لسه بالتاكيد هيكون معاهم مسائل ولا لا. لسه ما نقدرش نحدد ايه عدد. لا ده لسه ما وصلتش للنقطه الجوهريه بقى. فاحنا حتى يتخذ القرار النهائي في الاطار المحدد من الوزاره اللي هو الدفتر الاجابه اللي فيه الاسئله، حضرتك بتشوف ان السؤال الموضوعي حتى لو كان سؤال واحد زي السنه اللي فاتت، سؤال الاكمل او اختيار من متعدد او ربما حتى صح وغلط في الرياضه، هل ده بيكون سؤال من السهولة بمكان الطالب انه يتعامل معاه؟ لا لا لا. ولا لابد من تعامل خاص في المذاكرة اثناء السنة؟ السؤال الموضوع ده اللي هو الاختيارات الاكمل ده، ايوه ده من مش سؤال، مش من اصعب بس من سهل، من اكتر الاسئلة اللي محتاجة ذكاء. فاهم 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 اكتر. طيب انا فاهم وبحل امتحانات من القديمة، وكتابي الجديد بحل منه على انه مسائل سؤال واجابة، هل ده يكفي للتعامل مع الاسئلة الموضوعية وفقط ولا محتاج تدريب كتير؟ لا 100% هنكتر المسائل. انا حابب واحنا في شهر 10، في نص 10 يعني، يعني طبعا برضو في بداية السنة، اكد انا وحضرتك طبعا انه التعامل مع الاسئلة الموضوعية ممكن يكون من اسهل ما يكون، بس بشرط اكون انا متدرب على كده، مش بس اكون فاهم المسائل اللي احنا بنشرحها وبعرف احلها، لانه ربما ابقى عارف احل ونتيجه ان تدريبي مش كافي. بص عشان نلخص الكلمتين دول في 10 ثواني، السنه اللي فاتت عشان ما نتكلمش كتير يعني، امتحان السنه اللي فاتت ده 2016 فاكره حضرتك؟ ايوه. تتذكر معايا اول امتحان اللي عمل شويه بلبله شكاوى؟ امتحان ايه؟ التفاضل. حضرتك تذكر معايا كان في سؤال 6 فقرات، والسؤال الاول كان اجباري في امتحان التفاضل، وكان في فقره من الفقرات دي بيقول لك سؤال عادي يعني، بيقول لك اذا كان جاء صاد بيساوي سين فان سؤال اختيار من متعدد، جاء صاد بيساوي سين فان ضل صاد ضل سين بيساوي نقط. اي طالب خلي بالك بقى، هو ما كانش اكمل، هو كان اختيار من متعدد، ويا رب اللي بيتفرج يركز في اللي انا عايز اوصله يعني. كان سؤال في منتهى البساطه، جاء ص بيساوي س، اوجد ضل ص ضل س، فاي طالب حتى لو ضعيف هيشتق، الجا ص تبقى جتا ص ضل ص ضل س، والس مشتقتها واحد، فيكتشف ان ضل ص ضل س بواحد على جتا ص، هيدور في الاربع احتمالات اللي هيلاقيه مش هيلاقي الاجابه دي. لاحظ حاجه ان لو كان اكمل كان جاوب،
ما انا طلعت الاجابه واحد على جت دورت في الالف والبي والجيم والدال عشان اختار مفيش ولا واحد. وبيغلطني بقى يقول لي الناتج جتا، لا هو مش جتا هو واحد على جتا. طب الناتج قتا، لا هو مش قتا لان الواحد على جتا مش بقتا. ولا واحده من الاربعه انا قاعد في اللجنه اهو وعملتها وحلتها، بس الحل ده مش موجود في الاختيارات. لو انا مش متدرب التدريب الكافي ورغم ان انا شاطر وحليت مش هعرف انقي، فضلا عن انا بقى كوضع الامتحان ممكن ازود فقره على الاربعه واقول غير ذلك. ثلاث ارباع او يمكن اكتر الطلاب يقول غير ذلك لانه ما اختبرش الاربعه دول. انت لو اختبرت احد الاختيارات الاربعه هتلاقي ان واحد فيهم واحد على جذر واحد ناقصين تربيع، يعني العب في السؤال اللي هو المثال اللي انا بقوله ده نستقي منه ايه او بقوله ليه رغم انه تفاضل حتى يعني مش استاتيك. يعني موضوع الاختيار من متعدد ده او الاكمل ده انا بديك مثل عملي السنه اللي فاتت ان الاختيار اصعب من اكمل. اجرب الاختيار متعدد يعني حضرتك مأيدني انه لو كان سؤال اكمل كان بقى اسهل لان انا هطلع الاجابه وخلاص، لكن كده انا مش لاقي الاجابه بتاعتي رغم انها صحيحه. فانا عايز انا وحضرتك وبقدر المستطاع جنب شغلنا العادي بما ان احنا خلاص مستقلين عن انه في الغالب هيبقى ده شكل الامتحان في الغالب لحد ما نتاكد، نحاول ابتداء من المره اللي جايه كل مره نخصص جزء من حلقتنا في سياق الشرح بتاعنا للاسئله الموضوعيه دي، لان انا شايفها في منتهى الخطوره رغم بساطتها بس محتاجه تدريب من بدري. ايه راي حضرتك؟ اتفقنا؟ طيب كنت حضرتك عايز تقول لنا وقفنا فين ان احنا وقفنا ان احنا مجد العزوم القوى المستويه اما اهم شيء اشوف اتجاه الدوران عشان احدد الاشاره وبعدين اضرب في البعد العمودي. لو كان البعد العمودي صعب قلنا نحلل القوى الى مركبتين اعمل اطبق نظريه مبدا العزوم وده اللي هنمشي عليه. اتفقنا على كده؟ اذا كنت عايز عندك الخيارين. طيب يا اما نجد عزوم القوى نفسها انت وشطارتك لو هتعرف تجيب البعد العمودي، او اذا كان البعد العمودي هيتعبك هات عزم ايه المركبتين. حلو. وانا استعرضنا الحلقه اللي فاتت مسائل كتير جدا حللنا القوى الى مركبتين بقت العمليه سهله خالص. حلو. طيب ناخد بقى بقيه الامثله على الكلام ده. قال لك في الشكل ايه معانا مساله المستطيل هو بيقول لي في الشكل المقابل ا ب ج د مستطيل وفي ا ب ا ب 6 سنتي وب ج 8 سنتي وهي تنتمي ا لب ج زي ما واضح كده حيث ب بتساوي 3 سنتي. عايز مجموع عزوم القوى حول ا وب وج. يبقى عندنا لما نيجي نرسم حاجه للكلام ده ا ب ج هذا المستطيل ادي القوة بتاعتنا ادي الف ادي ب ادي ج ادي د ده 6 سنتي ده 8 سنتي وهي تنتمي بحيث ب ه ده 3 سنتي يبقى ده 5 سنتي. اثر القوة بقى 9 في اتجاه ا ب وعندنا ج ب 12 وج د 15 و ا د 17 وبعدين عندنا قوة في ا ه ستة جذر خمسة وعندنا في ألف جيم 10 دي القوة بتاعتي. عاوز اجيب مجموع عزوم القوة حول ألف. لما نجيب مجموع عزوم القوة حول ألف هيبقى عزم التسعة بتمر نقطة ألف يبقى بصفر والستة جذر خمسة عزمها بصفر والسبعتاشر عزمها بصفر ده عزم الاتناشر والخمستاشر والعشر فممكن اعملها بالابعاد العمودية. يعني اقول له كده العزوم حول مجموع العزوم القوى حول الف ال 12 ديت هتروح لالف ضد عقرب الساعه يبقى بالموجه في البعد العمودي او زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت ادي القوه وادي البعد العمودي يبقى في 6 القوه 5 هتدور مع عقرب الساعه يبقى سالب 15 البعد العمود اهو اسقط عمود كده هيبقى البعد اللي هو يعتبر ا د كله اللي هو يعتبر 8. نيجي بقى في القوة 10 عشان اجيب عزم 10 10 هتروح ل ب ضد عقرب الساعة. فين العمود؟
العمود لو انا عملت ادي العمود ادي القوة 10 اهي نسقط عمود من بيه على خط عمل القوة اهو والعمود بقى سهل اقدر اجيبه بقى بايه باقليدس نفكر كده اقليدس اللي هو عندنا اما يكون عندنا مثلث قائم الزاوية هوت ده ألف ده ب ده جيم دي زاوية قائمة وأسقطت عمود كده ألف دال الله من هنا إن ألف ب في ألف جيم بيساوي ب جيم في ألف دال فبقول كده إن ألف دال هتساوي حاصل ضرب دراعي القائمة ألف ب في ألف جيم على ب جيم على طول يبقى ألف دال بيساوي ألف ب في ألف جيم على ب جيم نبدأ نجيب إيه طول العمود ده نفس الكلام ده هنطبقه هنا أهو البعد العمودي اللي هو ده وده زاوية قائمة يبقى اقول له يبقى حاصل ضرب 6 في 8 على دف ساورس يطلع كام 10 على 10 وهو ده يبقى 72 ناقص 120 زائد 48 واجيب العزم هيطلع بكام العزم حول ألف هيبقى ناقص 48 هيبقى عندنا 6 في 12 احنا خدنا العزوم حول ال احنا خدنا العزوم حول مين دي العزوم حول ب معلش احنا خدنا العزوم حول ب يبقى العزوم حول ب هتطلع في الاخر بكام العزوم حول ب يبقى 9 وال 12 طب نعملها بقى تاني عشان هلخبطنا نعملها تاني لخبطنا ادي المستطيل ادي الف ادي ب ادي ج ده 6 سنتي ده 8 سنتي ده ه ده 3 ده 5 قصرنا القوة كده ده 9 ده 12 ده 15 ده 17 ده 10 ده 6 جذر 5 هناخد العزوم حول ألف لما ناخد العزوم حول ألف يبقى القوة 9 والقوة 6 جذر 5 وال10 وال17 عزومين بصفر يبقى لها عزم ال12 وال15 بس فال 12 هتروح لقلب ضد عقرب الساعة يبقى 12 في البعد العمودي اللي هو ده يبقى 6 ال 15 مع عقرب الساعة البعد العمودي اللي هو يعتبر ألف دال هيبقى 8 يبقى 72 ناقص 120 هيبقى سالب 48 نيوتن سنتيمتر طيب عاوزين ناخد العزوم قال لك برضو عاوزين ناخد العزوم حول مين اهو حول ب العزوم حول ب القوة 9 والقوة 12 عزوم بصفر وال 17 وال 15 وال 6 جذر 5 وال 10 هي لها عزوم ال 15 هتروح لب مع عقرب الساعة سالب يعني حضرتك قررت كنوع من التغيير ان احنا ما نحللش القوة المائلة 10 و 6 جذر 5 يعني ينفع على سبيل التغيير انت مش لسبب علمي لا لا عادي عادي لسه انا هقول يا استاذ محمد انا ممكن اعمل بليمون عمود وممكن احلل في اتجاه متعمدين والطالب لو شايف ان التحليل اسهل زي ما انا كده شايف انه اسهل بس احنا من عشان كده بقول لك ده على سبيل التغيير من اجل التغيير وفقط ما انا ليا مطلق الحريه يبقى عندك ده وعندك ده ليه انا مطلق الحريه ان انا ممكن الستة جذر 5 احللها المركبتين بدل اقليدس بدل اقليدس والثانيه برضو اللي هي العشرة لو عايز احللها بس انا يعني بس انا عايز اعرفك اقليدس بس انا عاوز اعرفك اقليدس انما ممكن ما انا لسه اقول ممكن احلها بمبدا العزوم ان انا احل دي في المركبتين بس ما كناش لو احنا عملناها بالتحليل مش هنتعرض لاقليدس فمش هفتكره فانا عايز افتكره ايوه انا ان بيبقى ساعات قوه واحده اعملها باقليدس بتبقى سهله يبقى سالب 15 في البعد العمودي يبقى 8
بعد كده زائد 17 في البعد العمودي بست. تمام كده اهو. فاضل بقى مين؟ 6 جذر 5. عشان اجيب البعد العمودي بتاع 6 جذر 5 هسقط عمود كده. ده 6 3 اطلع ا ه بفيثاغورس، هيطلع ان ا ه بفيثاغورس طوله 3 جذر 5. واحنا عارفين ان ا ج ضرب 10. يبقى عندنا سالب 6 هيبقى زائد 6 جذر 5 في البعد العمودي بإقليدس، يبقى 6 في 3 على 3 جذر 5. نيجي القوة 10 ضد عقرب الساعة، هيبقى زائد 10 بإقليدس برضو هسقط عمود اهو. هيبقى 6 في 8 على 10. لما نحسب الكلام ده هيبقى هنا ناقص 120 زائد 102 زائد 36 لما نتحسب دي مع دي ودي مع دي، وال10 مع ال10 زائد 48 هيطلع بكام؟ ب 16 نيوتن سنتيمتر. واحد تاني زي ما الاستاذ محمد بيقول لك هنحل دي الى ايه؟ مركبتين. نعملها. ادي الرسمه بتاعتنا برضو وبدل ما بجيب عزم القوه اجيب عزم الايه؟ المركبات. ادي ديت والقوه ديت 9 ديت 12 ديت 15. والتحليل ده مهم جدا يا استاذ محمد، هينفعك في درس قدام اللي هو الازدواج والحاجات ديت. ديت هتبقى القوه 6 جذر 5 ثاني 10 والثانيه دي 10. تعالى بقى القوه دي اهي، ده ا ده ب ده ج ده د. القوه ا ايه؟ بتميل على ا ب مثلا بزاويه ايه؟ او بزاويه مثلا سيتا احسن. والقوة ألف جيم اللي خط عملها ألف جيم بتميل على ألف بيت بالزاوية دي كلها ولتكن بيتا. اوعى تتخض انت بقى تقول لي سيتا مين وبيتا مين، ايه سميها هي وهي اي حاجة يا ايوه آه. اصل انا عندي ايه سميها ايه ما تزعلش يا استاذ محمد. اي رموز ايه. وعلى فكرة سيتا وبيتا دي خدناهم. المهم ايه، بس هنا في بقى مشكلة. لازم اعمل مثلث لسيتا. فدي كام؟ 3 وده 6 وده 6. اما اجي ارسم مثلث بتاع سيتا اهو مقابل السيتا 3 مجاورها 6 هطلع دي بفيثاغورس هتطلع 3 جذر 5. اعمل مثلث ليه؟ مقابل ليه 8 مجاور ليه ب 6 وده 10. واجي احلل بقى ال 6 جذر 5 المركبه اللي جنب الزاويه تبقى القوه في جيب تمام الزاويه. يبقى 6 جذر 5 جتا سيتا، وهنا 6 جذر 5 جا سيتا. بالنسبه للقوه 10 خارجه بره نقطه الف، يبقى هنا 10 جتا ي وهنا 10 جايه. يا معلش هتبقى المركبات كتير شويه في العزوم انما سهله برضه مش صعبه. نيجي ناخد العزوم، هو العزوم حول ا دي سهله ما فيش فيها حاجه. لما ناخد العزوم حول ب هيبقى كل المركبات دي عزومها بصفر وال 12 دي عزومها بصفر. طبعا ال 6 جذر 5 وال 10 دي انتهت مهمتهم، يبقى لها عزم ال 15 وال 6 جذر 5 جايه اهي وال 17 وال 10 جايه. نيجي ال 15 هتدور مع عقرب الساعه ده سالب 15 في 8. نيجي ادي واحده ادي اثنين ادي ثلاثه، دي هتدور ضد عقرب الساعه يبقى زائد 6 جذر 5 جا سيتا. في كام؟ في البعد العمودي 6. ال 17 زائد 17 برضه في 6 هتدور ضد عقرب الساعه زائد 10 جاي في 6. هنجمع برضه هيبقى سالب 120 زائد 6 جذر 5.
جا سيتا اهو 3 على 3 جذر 5 في 6 زائد 17 في 6 زائد 10 جاي ب8 على 10 في 6 هيطلع نفس الجواب. يبقى اما نعملها بمبدا العزل بمبدا العزوم او نعملها بالبعد العمودي. تمام. انت لكم مطلق الحريه. عاوز اخد العزوم حول جيم ممكن اعملها بالعزوم حول جيم اعملها بالمركبات. تمام كده؟ احنا مش مطلوب مننا خالص نعمل الكلام ده، انت بنعرض دي وبنعرض دي وحضرتك اللي يريحك نفسيا. تمام تمام. ننطلق منها بقى الى المساله اللي بعدها. كل ده في اطار بقيه مسائل على العزوم اللي شرحناها المره اللي فاتت. طيب هنتكلم بقى المره دي عن مثلث مش مستطيل. اسمه الف ب. اصل بقى يعني ديت هتبقى اشكال هندسيه كلها، مره مسدس مره مثلث. ايوه كده، عشان يبقى برضو كل ده احنا من ماء برضو كتمهيد للدروس اللي جايه. ومع ذلك لسه هيتبقى بعد الاشكال الهندسيه جزئيه اخيره ومهمه وجديده في العزوم. لو في بقى ثلاث ابعاد ان شاء الله. قال بيجي مثلث متساوي الاضلاع طول ضلعه 18 اثرت مجموعه من القوى 8 و6 و13 في الاتجاهات الف ب وب ج والف ج على الترتيب. اوجد مجموع عزوم هذه القوى حول الراس الف وحول نقطه تلاقي المتوسطات للمثلث وحول منتصف ب ج. نشوف برضو شويه ملاحظات كده مره ثانيه كده، ما كانش نقرا مره ثانيه يا استاذ شعبان. الف اتفضل. الف ب ج مثلث متساوي الاضلاع طول ضلعه 18 سنتي أثرت قوى مقدرة 8 و6 و13 نيوتن في ألف ب وب ج وألف ج على الترتيب. أوجد مجموع عزوم القوى حول مرة الرأس ألف نقطة تلاقي المتوسطات منتصف ب ج. حلو. أنا هنا بقى معلش حتة هندسة بسيطة كده نوضحها لأبنائنا الطلبة. إن إحنا لو أنا عندي مثلث متساوي الأضلاع كده أهو، إحنا عارفين في المثلث متساوي الأضلاع المتوسطات بتبقى أعمدة وبتتقاطع في نقطة واحدة اللي هي نقطة تلاقي المتوسطات اللي بتقسم كل متوسط بنسبة 2 إلى 1 من جهة الرأس. اهو لازم ابنائنا الطلبة تعرف الملاحظات ديت. ده ألف ده ب ده ج ده دال ده ه ده واو ودي مين نقطة تلاقي المتوسطات. يبقى مين ده كل دي متوسطات اهيت اهي كلها. مين دي بتقسم المتوسط اللي هو قالب دال بنسبة 2 إلى 1 من جهة الرأس؟ مش دايما المتوسطات أعمدة، لكن المثلث ده متساوي الأضلاع. لا، ده هنا في المثلث متساوي الأضلاع. إنما صح الأستاذ محمد كلام مظبوط، المتوسطات عمرها ما تبقى إيه أعمدة مش في أي مثلث. المهم ده ألف ده ألف مين؟ ده بنسبة 2 إلى 1. ألف مين ده؟ إيه علاقته بألف دال؟ ألف ميم علاقته بألف دال كله. يبقى 2 على 3 ألف دال. 2 ألف دال. طيب لو فرضنا طول الضلع هنا كام؟ ملوش اللي احنا بنقوله ده ملوش دعوه بالمساله، ده تمهيد. لا تمهيد. انا مثلا هنرجع تاني بقى المساله. طب مين دال؟ ايه علاقته بألف دال؟ تلت ألف دال. لو انا عرفت دي ألف دال يبقى انت عرفت ألف ميم دال. ولازم تعرف ان ميم دال بتساوي ميم ه بتساوي ميم واو. كلهم متساويين. وبرضه ألف ميم بتساوي ب ميم بتساوي ج ميم. كل واحد فيهم بتلت المتوسط. المتوسطات متساوية في الطول لان المثلث متساوي الاضلاع. تمام كده. نرجع بقى المسألة بتاعتنا. فبيقول لك ألف بي جيم مثلث متساوي الاضلاع اهو ادي الف ادي ب ادي ج. قوة بقى ايه؟ 8 في اتجاه الف ب وبعدين ب ج 6 و الف ج 13. عاوز العزوم حول الف، هجيب مجموع العزوم قوة حول الف. القوة 8 والقوة 13 بتمر بنقطة ألف هتعزمها بصفر. القوة 6 هتروح لألف ضد عقرب الساعة مع عقرب الساعة يبقى سالب 6. فين العمود؟ أهو بص أهو أدي المسار أهو، أسقط عمود من ألف على المسار أهو.
وليكن دال، يبقى 6 في ألف دال. طب ألف دال ده جيبه ازاي؟ اولا ده مثلث ضلع 18، الزاوية دي 60. ألف دال ده كنا قلناها قبل كده مقابل للزاوية، يبقى بيساوي الوتر في جيب الزاوية، يبقى 18 جا 60، يبقى 18 في جذر 3 على 2 يبقى 9 جذر 3، يبقى سالب 6 في 9 جذر 3 يبقى سالب 54 جذر 3 نيوتن سنتيمتر. طيب قال لك العزوم في نقطة الانطلاق المتوسطات، انا قلت ملاحظة بقى، دي نقطة الانطلاق المتوسطات اهي، لما اجي العزوم حول نقطة الانطلاق المتوسطات هيبقى عندك الابعاد العمودية زي مين دال، هبقى يعني محتاج طلاق. انزل من نقطة تلاقي المتوسطات عمودين كمان، ادي عمود وادي عمود، الاعمال دي كلها مساوية، انا قلت لكم في الايه في التمييز ان ده بيساوي ده بيساوي ده. طب مين دال ده؟ ايه علاقته بألف دال؟ تلته، يبقى تلت، وانا ألف دال حسبتها بتسعة جذر تلاتة يبقى تلاتة جذر تلاتة، يبقى دي تلاتة جذر تلاتة ودي 3 جذر 3 ودي 3 جذر 3، يبقى لما اخد العزوم حول ميم التمانية هتروح لميم مع عقرب الساعة، البعد العمودي 3 جذر اهو دي كلها 3 جذر 3، عندنا 6 مع عقرب الساعة يبقى في 3 جذر 3 زائد 13 بقى عشان هتدور ضد عقرب الساعة يبقى في 3 جذر 3، هو كان ممكن اخد 3 جذر 3 بره، يبقى سالب 8 زائد ناقص 6 زائد 13 هيطلع بناقص 3 جذر 3 نيوتن سنتيمتر. ده على انه العمود الساقط من مين ده لو مديته على استقامته بالتأكيد هيطلع متوسط، بالتأكيد هيوصل للرقم متوسط، ما احنا قلنا في الايه في التمهيد اللي احنا عملناه. طب عاوز العزوم حول منتصف ب ج اللي هو يعتبر دال، لما انا اخد العزوم حول دال اهو العزوم حول دال منتصف، القوه 8 هتروح لدال ضد عقرب مع عقرب الساعه يبقى سالب 8. طيب ادي ال 8 اهي، المفروض اسقط عمود من دال على ال 8 اهو، العمود ده مقابل زاوية 60 وده ده بيساوي ده اهو، ده 9 سم ده 9 سم، يبقى فيه 9 جا 60، القوة 13 ضد عقرب الساعة 13 برضو، البعد العمود زيه هيبقى ب 9 برضو جا 60، هيبقى عندنا ناقص 8 في 9 جا 60 بجذر 3 على 2 زائد 13 في 9 في جذر 3 على 2 هتطلع هي في الاخر العزوم حول دال هتطلع ب 45 جذر 3 على 2 نيوتن سنتيمتر. واحد يقول طب ممكن نحلل، التحليل بقى هيبقى هنا متعب. لا احنا نقول له ممكن تحلل، بس انت لما تفاضل ما بين الطريقين دول انت اللي هتختار الطريق ده، لان التحليل هيبقى ارخم واطول. تمام تمام. طيب نيجي بعد كده نغير بقى معين برضو هنقرا بس السؤال وبعدين نفتكر ذكرياتنا مع المعين وخلاص، لان مهم قوي. هو بيكلم عن معين اسمه ألف به جيم دال، ده طول ضلعه 12 سنتي، قياس زاوية ألف بيساوي 60 درجة، أهي ألف به جيم دال معين طول ضلعه 12 سنتي، قياس زاوية ألف 60 درجة، أثرت مجموعة القوة 11 و6 و5 و7 في به ألف وبه جيم ودال جيم ودال به على الترتيب. اوجد مجموع الجبري لعزوم هذه القوة حول الرأس ألف وحول نقطة تلاقي القطرين في المعين. نشوف بعد خلاص كده للمعين أهو. هو المعين ده اتخلق او اتوجد اصلا ازاي؟ من مربع. حصل ايه في المربع؟ ضغطنا رأسين فيه فاصبح هناك قطر طويل. هو المعين اصلا هو متوازى الله جمع اضلاع متساويه. لا انا اقصد المربع ازاي اتطور، خلاص مع المتوازي ده كان البدايه، المربع بقى اتطور لمعين ازاي؟
على اعتبار ان كل الاضلاع ما بقتش زي قوانين نتيجه ضغط راسين من رؤوس المربع فبقى القطر الواصل بينهم صغير والتاني كبير هنرسمه مش متساويين. اهم ميزه في مميزات كتير اهم مميزاته او ضحى القطرين متعامدين وينوصل منهم الاخر وده اللي انا ببدا بيه الرسم يبقى لذلك بص يستحسن يرسمه يعني مقلوب كده نبدا بالقطرين يعني واحد طويل والتاني بينصفه اقصر منه ادي ده بيزود اهو وده بيزود لو وصلت هيطلع ده معين اهو ادي المعين فرضنا دي مثلا ده ألف ده ب ده جيم ده دال لو فرضنا ان مثلا معلومات من عندنا احنا افرض القطرين دول القطر ده طوله مثلا 16 اللي هو ألف جيم يبقى ده 8 وده 8 والقطر ده البه ده ب 12 يبقى ده 6 ده 6 وده 10 الضلعين دول مالهم متوازيين لو انت عاوز تجيب مثلا في قوة مثلا كانت في الاتجاه ده يبقى فين البعد العمودي لو انا جيت ادي قوة هنا كده همد ده كده واسقط عمود يبقى العمود ده ويبقى الوتر في جيب الزاوية دي مثلا عاوز مثلا بعد الف عن المستقيم ده امد ده كده وهتقول انت بتمد ليه ما دلوقتي في حاجة كده اما يكون عندك زاوية منفردة اهو هو ببساطة عشان ما ينفعش يبقى العمود ده جوه هيبقى في زاوية منفردة الزاوية ادي زاوية منفردة زاوية قائمة عاوز اجيب بعد الف عن المستقيم ده لازم امد ده كده واسقط عمود كده يعني العمود اللي نزل من بره ده لو انت يعني عايز تتجاوز وتنزله جوه مش هينفع جوه المعين ازاي وفي زاوية منفردة دائما اما يكون عندك احد ضلعي الزاوية او ضلعي الزاوية منفردة يبقى اي عمود من احد مع الاخر يبقى على امتداد التاني رغم انه حضرتك لو عايز تنزل عمود من نقطة مكافئة لدي اوكي لو عايز خلاص هتموت وتخلي العمود جوه بس العمود ده مبقاش من الف بقى اللي تحت ده اسمه ايه دل الرأس اللي تحت دي دل بيه عايز تنزل منها عمود بقى اهو اللي هينزل من بيه على الخط المستقيم المقابل ده هو اللي يخش جوه ليه لانه الزاوية دي زاوية صغيرة انت خلي بالك ما احنا عشان كده قلنا ايه لما ضغطنا الرأسين بتوع المربع لو تفتكر يا استاذ شعبان بقى في زاويتين منفرجتين وزاويتين حدتين طب حاجة تاني لو انا عملت البعد العمودي بين ضلعي المعين من المركز هشوف ده عمود بين الضلعين دول الجزء ده بيساوي الجزء ده وبيساوي الجزئين التانيين كمان بالمناسبه يعني حتى لو عملت عمود ايوه واي واحد فيهم لما يجمع لاخوه يطلع اللي بره ده ده اللي هينفعنا بقى في الشغل الضلع ده ممكن اجيبه بقى في سلاح قايلينه من قيمه شويه ايوه الحته ديت هيبقى 8 في 6 على 10 ودي برده 8 في كلهم زي بعض 8 في 6 على 10 ده حتى ينفعك في الازدواج ودلوقتي ينفعنا كتير وبدل ما تنزل عمود بره اذا مش عايز او اذا هندست الشكل ووصلتك لكده خد بس عمود بره عمود اضربه في اثنين بتاع القيس ده اضربه في اثنين يبقى هو طالع عمود اللي بره تمام كده طيب نرسم مسألة نرجع بقى المسألة بتاعتنا معين بقى طول ضلع 12 ادي وزاوية نكبره شوية كده ادي المعين في زاوية قلب 60 درجة يبقى طبعا لابد ان الزاوية التانية كام 120 فانا هخلي الف اللي هي الزاوية الصغيرة اللي على الحدة ديت ده الف ده ب ده ج ده د دي كلها 60 قال لك طول دول 12 طبعا من خواص المعين ان القطر بينوصف زاوية رأس المعين زاوية رأس المعين فيبقى زاوية دي 30 درجة وزاوية دي 30 درجة
طبعا المثلث اللي جوه ده اللي هو ألف ميم دال ده 30 60 يبقى ده 6 يبقى ده 6 جذر 3 على طول ويبقى ده 6 جذر 3 وده 6 على طول كده من الهندسة لازم يكون أبناء الطلبة تاخد الكلام ده بسرعة ده مثلث 30 60 الضلع اللي بيقابل الزاوية 30 نص وتر وده مجاور يبقى 6 جذر 3 بالأبعاد كده بسرعة زيادة عن السرعة اللي حضرتك طالبها لان هرجع افكرك وكل شويه كده هفكركم بانه احتمال كبير يبقى في عدد كبير من المسائل غير اللي احنا متعودين عليه طول عمرنا وغير اللي موجود حتى في كتاب المدرسه الجديد لان ده قرار غير ده يعني هو الصدفه جابها هو طبعا هنعمل نماذج برضه عملنا نماذج اكيد بس احنا عايزين من بدري من قبل ما النماذج تنزل في شهر 2 او 3 وده لي مره اخيره بس في حلقه النهارده اخير هنقولها الحلقات اللي جايه الموضوع ده محتاج استعداد له طبيعه خاصه طبعا بس ما نشوف يقروا الاول استاذ محمد هو بين في حاجه اقرت ولسه الثانيه اللي هي ان ما بقاش في السؤال ورقه اسئله ورقه اجابه وده هيستلزم خلاص هيبقى ورقه هيستلزم بالضروره شكل معين للاسئله مش يعني مش الشكل اللي هو يعني التقليدي اللي هو سؤال هيسيبوا له ورقه استاذ محمد برضه هنشوف لا بس احنا عارفين يا استاذ شعبان زي ما حضرتك عارف انه هو الاطار اللي ماشي لسه الاطار هيبقى اسئله موضوعيه طيب 11 في اتجاه ب ألف وبعدين 6 في اتجاه ب جيم وده الجيم 5 وده ب ده ب 7 هو عاوز اخد العزوم حول ايه قال لك حول ألف العزوم حول ألف يبقى القوة 11 عزمها بصفر بس يبقى لا عزم السبعة والستة والخمسة عزم القوة ستة هتدور عندنا مع عقرب الساعة فين العمود اللي انا لسه موضحه دلوقتي همد ده كده واسقط عمود اهو الزاوية دي طبعا هتبقى 60 يبقى ده مقابل يبقى 12 جا 60 القوة 5 زيها بس زائد 5 برضو في 12 جا 60 ليه؟ لو انت مددت ده برضو اهو مددت ده على استقامته واسقطت عموده ودي 60 اهي يبقى انت جبت اهو فاضل الخمسه بقى السبعه هتدور ضد عقرب الساعه اهو يبقى زائد سبعه العمود سته جذر ثلاثه يبقى سته جذر ايه ثلاثه تمام كده يبقى عندنا دي سبعه في سته جذر ثلاثه يبقى سالب سته في سته جذر ثلاثه اللي هي جذر ثلاثه على اثنين زائد 5 في 6 جذر 3 زائد 42 جذر 3 يبقى سالب 36 جذر 3 زائد 30 جذر 3 زائد 42 جذر 3 هيطلع الجواب في الاخر هيبقى 36 36 جذر 3 سكل جرام سنتيمتر طب العزوم حول نقطة ميم حول نقطة ميم ده سهل بقى ليه لو انت جبت العمود حول نقطة ميم هتلاقي الابعاد دي كلها متساوية البعد ده هو نفس البعد ده اهو هو البعد ده ومن غير ما نجيبه ما هو في اللي نزل بره ده خد نصه وخلاص يبقى هو ده البعد اللي هو يبقى على اساس انا حملتها اللي هي 6 جذر 3 يبقى نصها 3 جذر 3 العزوم حول مين اهو هيبقى عندنا ال11 هيبقى 11 في 3 جذر 3 اللي هو البعد العمودي تمام كده بعد كده ناقص 6 في 3 جذر 3 زائد 5 في 3 جذر 3 ليه الابعاد دي كلها زي ما بيقول الاستاذ محمد نص الضلع اللي انا جبته هيبقى عندنا بتساوي 33 جذر 3 ناقص 36 جذر 3 ولا 18 جذر 3
زائد 15 جذر 3 هتطلع ب 30 جذر 3 سكر جرام سنتي. يبقى خدنا شكل في ايه؟ معين. طيب عايزين ناخد شكل مسدس. شكل مسدس السداسي المنتظم. بس في خواص للسداسي. اهو ادي سداسي اهو. ايه خواص السداسي ده؟ لو عاوزين بعد الف عن الضلع بجيم زي اللي احنا عملناه من شويه، احنا عارفين السداسي جماع اضلاع متساويه، مثلا خط طول العلام يبقى كله لام. لو عاوزين بعد الف عن ب ج اهو عسكر تعمل كده، ولكن نون مثلا يبقى الف نون بيساوي لام جا 60، عسل دي 120 يبقى دي 60، يعني جذر 3 على 2 لام. بنفس الطريقه يا استاذ محمد، بعد ب عن ج د، بعد ج عن د ه، بعد د عن ه واو، يبقى بعد كل راس من الرؤوس السداسي المنتظم عن الضلع اللي بعده جذر 3 على 2 لام. نحفظها على طول كده. هو احنا السداسي ده في تلخيص سريع كده لخواصه، هو في اقطار اسمها الاقطار الرئيسيه عددها 3، واقطار ثانيه جانبيه عددها 6. لو طول ضلعه زي ما احنا كاتبين كده لام، يبقى القطر الرئيسي ب2 لام. ما لسه هنقول الكلام، ما هنقوله لا بس تلخيص سريع. قطر رئيسي قلنا في 3 رئيسي، الرئيسي بكام؟ ب2 لام على طول. ب2 لام على طول. والجانبي جذر 3 على 2 لام. لام جذر 3 جذر 3 لام. يبقى قبل ما نقوله بالتفصيل، هو في كام قطر رئيسي؟ 3. وكم قطر جانبي؟ هيبقى ادي 6. الرئيسي معروف بكام؟ ب2 لام. والجانبي برضو معروف بكام؟ جذر 3 لام. لام جذر 3، والانصاص اللي بتنزل بره دي نص الجانبي، يعني لام جذر 3. حضرتك بقى تتفضل ترسمها لنا بقى. ادي الاقطار الرئيسيه اهو، ادي قطر اهو 3 اهو. كل واحد من دول اللي هو يعتبر ا د بيساوي ب ه بيساوي ج واو بيساوي 2 لام. الاقطار الجانبيه اهو اللي هو يقصد ده، دي كلها اسمها اقطار على فكره، بس دي اسمها اقطار جانبيه اهي. القطر الجانبي ده بيساوي ده جذر 3 على 2 لام، وده جذر 3 على 2 لام، يبقى كله جذر 3 لام. اللي انا بقولها ايه؟ البعد بين كل ضلعين متقابلين يعتبر قطر جانبي. يعني ألف ج بيساوي ب د بيساوي ج م بيساوي ج م بيساوي د واو بيساوي ه ألف. يبقى عندنا ألف ج بيساوي ب د بيساوي ج م ه بيساوي د واو بيساوي ه ألف بيساوي د واو ألف واو ب. كل ده بيساوي ايه؟ جذر 3 لام الاقطار الجانبيه. انا كنت طمعان في ان يبقوا 3 رئيسيين لونهم احمر والجانبيين لونهم اخضر مثلا، او لان انت عارف حضرتك طبعا ان المسدس ده رغم بساطته بيعمل بلبله كتيره في الحل، وهنحتاجه كمان في الازدواجات. والجانبيه عملت انا واحد اللي هو ألف جيم كل الباقي الباقي كله يبقى بيه واو جيم هي واو ده الواو هي ألف واو بيه كلها أخطر جانبيه. كل ده بجذر 3 لام. طب بعد مين اللي هو مركز السداسي عن كل ضلع من اضلاعه جذر 3 على 2 لام؟ لانه نص القطر الجانبي اهو اللي هو ده. بعد بعد مين عن كل ضلع يبقى جذر 3 على 2 لام، زي العواميد اللي بتنزل بره بالظبط. زي العواميد اللي بره دي. طيب ناخد بقى مساله على الكلام المهم ده، بيتكلم فيها عن ا ب ج د ه واو مسدس او سداسي منتظم. احنا ما عندناش سداسي مش منتظم في دراستنا. لا كل سداسي منتظم. طول ضلعه 10 سنتي، اثرت مجموعه من القوى مقاديرها 1 و2 و3 و4 و5 و6 نيوتن في ا ب وب ج وج د ود ه وه واو وواو ا على الترتيب. اوجد مجموع عزوم كل من ا القوة طبعا حول كل من ا ومركز المسدس. ا وب كلهم زي بعض.
ادي عندنا مثلا ادي سداسي ايه طبعا. الالف وبيه كلهم زي بعض يعني العزوم حول الف زي ب يعني الابعاد العموديه زي بعض. انا يهمني المشكله ان الابعاد العموديه لكن العزوم حول النقط زي بعض طبعا مختلف طبعا. انا اقصد الابعاد العموديه ابعاد تمام احنا بقى عايزين حول الف يعني العزوم مثلا حول الف يبقى البعد العمودي زي ما هنشوف دلوقتي تمام. ده طول ضلع 10 اثر القوه بقى واحد في اتجاه ا ب وب ج 2 وج د 3 وده اللي هي 4 وده 5 وده 6 العزوم حول الف. انا بقولها ازاي بقى القوه 2 والقوه 6 عزومهم بصفر فاضل كم قوه 4 الاثنين دول قريبين من الف عن الاثنين دول الاثنين القريبين دول اللي هم الاثنين والخمسه قريبين من الف عوامدهم بره اللي هو جذر 3 على 2 لام على طول والبعاد جذر 3 لام جذر 3 على طول. انا اقصد ايه بقى لو خدنا العزوم مثلا حول ب يبقى القوتين واحد واثنين عزومهم بصفر يبقى دول القريبين ودول الايه ويتبقى 4 طالما كل الاضلاع بتاثر فيها قوه لكن ده مش معناه ان العزوم بتساوي بعضها لا بس نقصد ان في اثنين هيطيروا اتفضل 4 يبقى ده جذر 3 على 2 لام وده جذر 3 على 2 لام. انا في طالب بقى مش طالب لا ده فئه مش قليله من الطلبه يقول لك لا انا مش عايز احفظها كده انا عايز ارسم ارسم واحد واحد من بتوع بره يعني مش لازم المساله تقعد ترسم فيها 20 عمود بره واحد من الصغيرين بره مثلا اخد اهو همد ده كده والعمود اهو بس يبقى 10 جا 60 يبقى جذر 3 على 2 وزمايله زيه بقى زمايله اللي بينزلوا بره انا بقول ايه بقى ما انا بعممها لما اخد العزوم حول ب حول ج فاحنا في النص وفي المنتصف لا انا كتبتها من غير رسمه ولا رسمت كل الحاجات فلما اخد العزوم حول الف هيبقى القوه 1 و6 عزوم بصفر الاثنين بقى هتدور مع عقرب الساعه قلنا بقى كام سالب 2 في 5 جذر 3 تمام الخمسه زيها ناقص 5 في 5 جذر 3 الثلاثة والأربعة أبعاد عمودية جذر 3 لام يبقى ناقص 3 في 10 جذر 3 وناقص 4 في 10 جذر 3 تمام كده؟ تمام هيطلع كله هيبقى هنا سالب 10 جذر 3 سالب 25 جذر 3 وبعدين ناقص 30 جذر 3 ناقص 40 جذر 3 وأجمعهم ناقص 105 جذر 3 طيب هيبقى عندنا سالب 105 جذر 3 احنا قلنا العزم الواحد والاثنين التلاتة العزم الاثنين والتلاتة والاربعة والخمسة طيب افرض بقى عاوزين ناخد العزوم مثلا حول بيه بنفس الطريقة بقى ما هو دول كلهم هيطلعوا ناقص 105 ناقص 105 جذر 3 تمام هنا برضو نوضح حاجة انه انا طلع لي هنا ناقص او طلع لنا في رسمتنا احنا ناقص 105 جذر 3 حضرتك هترسم رسمة تانية طالب محترم يطلع موجب 105 صح برضو 105 جذر 3 اصل هنا حسب احنا الدوران احنا كتبنا الرؤوس اهو ا ب ج د مع عقرب الساعة بالعكس لذلك بعض الكتب بتكتب زائد او ناقص عشان اللي عايز يرسم كده او كده اصل العزم يا استاذ محمد اتجاه طبعا فلازم اتجاه موجب او سالب حسب حروف اللي انت كاتبها احنا عايزين نكمل المسألة دي بس هنجيب العزوم حول ميم لكن اسمح لي فضل جزئية صغيرة ناخدها بعد ما نرجع من فاصل صغير ورجعنا لكم مرة تانية اعزائي طلبات وطالبات الثانوية العامة لنستكمل ما قد بدأناه في استمتاعنا بموضوع العزوم كنا فاضل بقى نقطة اللي هي العزوم حول مركز السداسي جبنا العزوم حول ألف وعايزين العزوم حول ميم وزي ما قلت برضو لو العزوم حول ب وجبنا نفس الطريقة خلاص لو العزوم حول ب العزوم بقى حول م الابعاد العموديه كلها زي بعضها واحد فيهم كفايه اللي هو 5 جذر 3 يبقى اكتب 5 جذر 3 فقط ورايح دماغ كانك هتعمل مشترك الواحد هيروح لمين مع عقرب الساعه بقى سالب 1 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6 يبقى 5 جذر 3 في هيبقى عندنا ادي سالب 8 سالب 8 11 يبقى سالب كام 19 ولا سالب كام 21 باين 4 8 احنا ناخد عامل مشترك ونقول 10 جذر 3 على 2 ونلم دول يطلعوا ناقص 21 ناقص 21 فكله يبقى ناقص 105 جذر 3 يبقى كام ناقص 105 جذر 3 زي العزوم حول 105 جذر 3 نيوتن سنتيمتر وسالب 1 سالب 3 سالب 4 لو في سالب 2 كمان
ما انا عمال احسبها مش طالعه. هم كلهم طلعوا ناقص واحد. سالم 21 تمام. يبقى احنا خدنا بقى الايه معين ومثلث ومسدس وعايزين ننطلق منه الى المربع، بس في شويه ملحوظات الاول عايزين نعدي عليها قبل ما ننطلق الى المربع. احنا كنا خدنا قبل كده عزم قوه حول الف. لو طلع بيساوي عزم يعني عزم قاف حول الف، طلع بيساوي عزم قاف حول ب، يبقى خط عمل قاف يوازي الف ب. نفس الكلام في المجموع من القوه. لو انا عندي مجموع عزوم القوه حول نقطه الف بيساوي مجموع عزوم القوه حول نقطه ب، يبقى خط عمل محصله يوازي الف ب. تكرار تاني للكلام. بدل القوه مجموع من القوه. ما احنا عارفين ان عزم مجموع من القوه وعزم المحصله. يبقى اذا كان مجموع عزوم القوه حول الف هو هو مجموع عزوم نفس القوة حول نقطة أخرى اسمها ب، يبقى خط عمل محصلة يوازي ألف ب. يفهم من ذلك ضمنا أن خط عمل محصلة هذه القوة يوازي ألف ب. طب لو بزيه بس بيخالف في الإشارة، يعني ده استنتاج. يبقى العزم حول ألف بسالب العزم حول ألف، يبقى خط عمل محصلة بقى هنا ينصف ألف ب. ولو بصفر لا خلاص، يبقى خط عمل محصلة يمر يمر بنفس النقطة. تمام كده. ده اللي هي الملاحظة هنستخدمها دلوقتي في المسألة. بنجددها تاني. اهو مسألتها بقى، المسألة بتاعتها مسألة مربع بنقول فيها انه في مربع اسمه ا ب ج د. ايوه. ده طول ضلعه 8 سنتي واثرنا بمجموعة القوة 2 و5 وق و7 و6 جذر 2 و8 جذر 2 ثقل جرام في الاتجاهات ا ب وج ب وج د و د و ا ج و د ب على الترتيب. فاذا كان خط عمل محصلة هذه المجموعة من القوة يوازي ا ج فاوجد قيمة ق. خط عمل محصلة يوازي ا ج، يبقى العكس بقى، يبقى العزوم حول ا بيساوي العزوم حول ب. حول ب يبقى عندنا حول ج. حول ا بيساوي العزوم حول ج. ادي مربع ده، ادي الف، ادي ب، ادي ج د، طوله 8 سنتي، اثر القوه بقى عندنا اتنين في اتجاه ا ب و ج ب خمسه و ج د ق و ا د سبعة. وبعدين عندنا بقى واحدة في اتجاه ألف جيم اللي هي ستة جذر اتنين واحدة في اتجاه دال ب تمانية جذر اتنين. انا عندي بقى ايه، بما ان خط عمل المحصلة يوازي الف جيم يبقى العزوم حول الف بيساوي العزوم حول جيم. هجيب العزوم حول الف، العزوم حول الف بقينا بقى دلوقتي شطار شوية في العزوم، العملية بقت سهلة شوية، ان القوة اتنين والقوة سبعة والقوة ستة جذر اتنين عزومهم بصفر، يبقى الخمسة والقاف والتمانية جذر اتنين لها عزم. الخمسة هتروح لألف ضد عقرب الساعة، البعد العمودي 8، القاف مع عقرب الساعة يبقى سالب قاف برضو في كام؟ في 8. نيجي بقى 8 جذر 2 هتروح لألف ضد عقرب الساعة، البعد العمودي هنا بقى عبارة عن نص قطر المربع، واحنا كنا قايلين قبل كده لازم يعرف الطالب ان قطر المربع طول ضلعه جذر 2، قطر المربع طول ضلعه جذر 2. ده مش احنا بقى، ده الميس اللي كانت بتديله في ثالثه ابتدائي. يبقى حتى يبقى ده بيساوي ده والجزء ده بيساوي الجزء ده، يبقى ده نصف الايه نصف القطر ده البعد العمودي، يبقى في 4 جذر 2 هيبقى 40 ناقص 8 ق زائد جذر 2 في جذر 2 8 يبقى 64، هيبقى 104 ناقص 8 ق. طب هات لي العزوم حول ج اهو، يبقى القوة خمسة وستة جذر اتنين والقاف عزومهم بصفر، يبقى لها عزم الاتنين والسبعة والتمانية جذر اتنين، الاتنين مع عقرب الساعة في تمانية والسبعة في تمانية برضو ناقص تمانية جذر اتنين، البعد العمودي برضو اربعة جذر اتنين.
يبقى سالب 16 زائد 56 ناقص 64. هيطلع دول بكام؟ 16 64 هيطلع بسالب 24. يبقى لما نساويهم ببعض بقى يبقى 104 ناقص 8 قاف هتساوي سالب 24. يبقى 104 زائد 24 بتساوي 8 قاف. يبقى 128 بتساوي 8 قاف. اذا قاف هتساوي 128 على 8 هتطلع ب 16 سكلي جرام. عملية سهلة جدا. هي التدريب في النوع ده من المسائل بيخليك دايما مستواك بيعلى تدريجيا بكتر الحل. واللي احنا بنعمله ده ما هو الا نوع من انواع التدريب. والمسألة اللي جاية مش هتختلف عن اللي فاتت الا في كون الشكل اللي هنرسمه مش مربع. مثلث. هيكون مثلث. وفي كون انه بيقول لي المحصلة بتمر بمنتصف به جيم وتوازي الف جيم. يعني هي تشكيلات من نفس الملحوظات اللي اتفقنا عليه. فنقراها الاول بتقول ايه؟ ألف ب ج مثلث متساوي الأضلاع في قياس ألف 120 وتؤثر القوى. على فكرة دي جت مرة في امتحان قريب على فكرة. 4 و4 و4 جذر 3 في ألف ب وألف ج وب ج. اثبت إن خط عمل المسألة دي ممكن تيجي في الامتحان حتى اللي في الكراسة لما بيقول عليه. اثبت إن خط عمل المحصلة يمر بمنتصف ب ج ويوازي ألف ج. لا أنا مش بخاف من كراسة. انا يدوني الامتحان في كراسة في ورقة واحدة في دفتر. يعني هو برضو هو يقصد الكراسة ايه يعني الاجابة هتبقى ايه مختصر. هي الاهداف معروفة من الموضوع ده وقت انه محاولة يعني تجنب موضوع الغش والتسريب. انما احنا اللي يعنينا في مادة زي الرياضة ليها طبيعة. انت اللي فتحت الموضوع تاني محمد. لا بس اللي يعنينا فعلا في مادة ليها طبيعة خاصة زي الرياضة يمكن مش من المناسب بيها قوي ان احنا نعمل كده. بس هنلتزم طبعا انه انا الطالب بتاعي يتدرب. طبعا لازم. لانه انا مش هو برضو طبعا احنا مدربينه من السنين اللي فاتت. بس يتدرب على ان الامتحان هيبقى معظمه كده. يعني هو اول سنه مختلف. انا بس ليه بقول كده هنا في واحنا عشان غالبيه المساله تبقى كده. علشان كمان الكتاب رغم انه جديد ما فيش فيه مساله كده. يعني لا نازل فيه امتحانات. نازل فيه امتحانات بس الامتحانات على الوضع القديم. فانا بنبه يعني طبعا هنعمل طبعا زي ما قلت بقى. لا يعني هي يمكن الصدفه البحته معايا حضرتك. الصدفه البحته هي اللي جمعت ما بين التغييرين السنه دي. احنا الرياضه هي الماده الوحيده اللي حصل فيها تغيير لو تلاحظ لان احنا متاخرين عن بقيه المواد سنه. فلو كان التغيير ده حصل السنه اللي فاتت يبقى ما فيش جديد غير في شكل الامتحان. لكن الصدمتين بلاش صدمتين التغييرين جم في نفس الوقت بالصدفه. فانا لازم اكون باهل نفسي لكده. نرجع للمساله. حضرتك بتقول بقى اثبت ان خط عمل المحصله بيمر وعندنا بقى مثلث قلب ج متساوي الساقين وعندنا زاوية ألف 120 درجة عن زاوية منفرجة. بحب ارسمها انا كده اهو. ده ألف ده ب ده ج دي 120 درجة وده مثلث متساوي الساقين يبقى ده 30 ودي 30. أثر قوة بقى 4 في اتجاه ألف ب وألف جيم 4 برضو وب جيم 4 جذر 3 ما دانيش حاجة. اثبت ان خط عمل محصلة القوى ديت اما بيمر بمنتصف ب جيم ويوازي ألف جيم. انا ماليش دعوة. انا هاخد العزوم حول ألف وب وجيم وافرض ان منتصف ب جيم هو نقطة دال. ما هناخد العزوم ولا هنجيب منتصف ولا حاجه. هناخد العزوم حول الف اهو. لما ناخد العزوم حول الف القوه 4 والقوه 4 عزومهم بصفر يبقى ال 4 جذر 3 لا عزم هتدور مع عقرب الساعه. لا يعني هو بيقول لي اثبت ان خط عمل محصله هذه القوه بيمر بمنتصف ب ج وبيوازي الف ج. لا يوازي الف ج دي خلاص منتصف ب ج. مش ضروري انا اقول له منتصف ب ج بيساوي كذا همشيها كده. انا هقولها بطريقه ثانيه غير اللي هو يعني مش هجيب العزوم حول المنتصف. هي هتطلع لوحدها. لما اجيب العزوم حول الف هسقط عمود اهو. العمود ده مقابل لزاويه 30 يبقى لو فرضت له ضلع ده لام ما عندناش حاجه يبقى فلام جا 30 يبقى ناقص 4 جذر 3 لام في نص يبقى سالب 2 جذر 3 لام وحده عزم. هناخد العزوم حول ج حول ب
العزوم حول ب، القوه 4 والقوه 4 جت ذات عزوم بصفر، يبقى لها عزمه الاربعه دي هتدور ضد عقرب الساعه. فين العمود اهو، امد ده كده والعمود هيطلع بره كده اهو، يبقى الزاويه دي 60، يبقى فلام جا 60، يبقى 4 لام في جذر 3 على 2، يبقى 2 جذر 3 لام وحده عزم. حول ج بقى هنمد العزوم حول ج، العزوم حول ج يبقى الاربعه دي لها عزم بس، يبقى سالب 4، العمود زي العمود اللي فات اهو. يبقى برضو في لام جا 60 هيطلع سالب 2 جذر 3 لام. ده نقارن بقى. العزوم حول ا بيطلع سالب 2 جذر 3 لام. وحول ج؟ بسالب 2 جذر 3 لام. يبقى العزم حول ا بيساوي العزم حول ج، يبقى خط عمل محصله وزن ا ب. طيب. بص المفاجأة بقى، العزم حول ب بتساوي سالب العزم حول ا. وسالب العزم حول ج تمام. العزم حول ب بسالب العزم حول ج. اذا خط عمل المحصله ينصف به ج من الملحوظ. عشان كده انا قلت ايه، هل انت لما بتقول لي اثبت ان خط عمل المحصله بيمر بمنتصف به ج لازم اجيب العزم حول منتصف به ج؟ لا وارد بس مش ضروري. لا مش ضروري. رغم انه للوهله الاولى بيقول لك اثبت. طبعا اللي هيفكر يقول لك ايه، ما اجيب العزم حول المنتصف انا هتطلع بصفر. ما قلتش لا، بس انت لسه واخد الملحوظه. العزم حول ب بسالب العزم حول ج. حول ج يبقى عندنا هنا، هي دي جت في امتحان قريب يعني. يبقى اهو هيبقى اذا العزم حول الف تلا بيساوي العزم حول ج بيساوي سالب 2 جذر 3، يبقى اذا خط عمل المحصله حسب الملاحظه يوازي الف ج. وعندنا بما ان العزم حول ب بتساوي سالب العزم حول ج، اذا خط عمل المحصله ينصف ب ج، وده المطلوب بتاعه. تمام كده. دي كانت مسألة المثلث المتساوي الساقين. هنروح منها الى مسألة المستطيل برضو مشابهة للمسألة اللي احنا قلناها. نتجاوز عنها يعني ولا نقولها؟ اللي هي مستطيل ا ب 8 سنتي ب ج 12. العزوم حول نخش في اللي بعدها يعني. وقصدك فاذا كان مجموع جذري يعني دي مسألة عادية. لا بس كويسة يعني. شبه منحرف ولا مستطيل تقصد؟ لا ده مستطيل بس. لا يعني طالب مجاهيل. طب ناخدها بسرعه برضه. يلا ا ب ج د مستطيل فيه ا ب 8 سنتي وب ج 12 سنتي اهو، ومجموعه القوى 16 و14 وقاف وكاف. ايوه في عشان بس المجال اللي فيها عشان بتيجي في الامتحان كتير. بتاثر المجموعه دي 16 و14 وقاف وكاف ف ا ب وج ب وج د و ا د على الترتيب. فاذا كان المجموع الجبري لعزوم هذه القوى حول ج وحول المركز مركز المستطيل بيساوي صفر. اوجد قيمة قاف وكاف. اهو مسائل بسيطة جدا وسهلة اهو. ادي المستطيل. ادي الف، ادي ب، ادي ج، ادي د. ده 8 سنتي، ده 12 سنتي. اثر القوة بقى 16 في ا ب و ج ب 14 و ج د ق و ا د ك. وجاي قال لك العزوم حول ج ومركز المستطيل. طبعا مركز المستطيل هو نقطه تلاقي قطرين اهو. العزوم حول ج بيساوي صفر. لما نجيب ناخد العزوم حول ج هنبص القوه 14 والقوه ق عزوم بصفر، يبقى ال 16 والكاف لها عزم. ال 16 مع عقرب الساعه سالب 16 في البعد العمودي 12. القاف ضد كاف في 8 هيبقى 8 كاف بيساوي سالب هيساوي 16 في 12، اذا كاف هتطلع ب 24 سكلي جرام.
العزوم بقى حول مين برضو بساوي صفر اللي هو المركز. الابعاد العموديه دي بقى اهو البعد ده بيساوي ده كل منهم بيساوي 6.5 12 وبعدين عندنا البعد ده بيساوي البعد بيساوي 4. يبقى لما ناخد العزوم حول ميم هيبقى سالب 16 في البعد العمودي ده 6 زائد 14 في 4 ناقص قاف في 6 زائد كاف في 4. ايه الكلام ده بصفر؟ يبقى سالب 96 زائد 6 4 في 4 56 ناقص 6 قاف زائد كاف 24 في 4. هنقدر نستنتج ان قاف هنا هتطلع قاف هتطلع في الاخر 28 على 3 نيوتن سكر جرام. حاجات برضو بسيطة جدا وسهلة. عايزين بقى نخش على المسألة بتاعت شبه المنحرف. شبه المنحرف بتقول ايه؟ شبه المنحرف بيقولك الف ب ج د لا سين صاد علام شبه منحرف قائم الزاوية في سين. سين صاد عين لام شبه منحرف قائم الزاوية في سين في سين وسين لام يوازي صاد عين بحيث سين صاد يساوي سين لام بعشرة سنتي وصاد عين بعشرين سنتي أثرت مجموعة القوى عشرين وقاف واحد وخمستاشر جذر اتنين وخمسة وقاف اتنين في الاتجاهات صاد سين عين صاد لام عين ولام سين وصاد لام على الترتيب. فإذا كان خط عمل المحصلة بيمر بنقطة سين ويوازي صاد لام فأوجد قاف واحد وقاف اتنين. كان دي برضو جات في الامتحان مرة. ادي شبه منحرف ده سين صاد عين لام ده 10 ده 10 ده 20. انا من هندسة الشبه المنحرف هسقط منها عمود هيبقى ده 10 صدفة ده 10 وده 10 يبقى ده هيساوي ده 10 ويبقى ده 10 يبقى زادي 45. صدفة حلوة يعني. لو مش 45 مش مشكلة. طيب اثر القوة بقى 20 القوة 20 في اتجاه صاد سين وبعدين عندنا طف واحد في اتجاه عين صاد وعين ولام عين 15 جذر 2 وبعد كده 5 في اتجاه لام سين وبعدين في قوة في اتجاه صاد لام صاد لام قوة مقدارها قاف 2 جاء لك ايه بقى؟ قال لك معلوم قال لك خط عمل محاصرة يمر بنقطة سين يبقى دام خط عمل محاصرة يمر بنقطة سين يبقى العزوم حول سين بكام؟ بصفر اهو. بما ان خط عمل المحصلة يمر بالنقطة سين يبقى العزوم حول سين بصفر. ناخد العزوم حول سين القوة 10 20 وخمسة عزوم بصفر يبقى لها عزم قاف واحد وخمستاشر جذر اتنين والقاف اتنين. القاف واحد هتروح لسين ضد عقرب الساعة يبقى قاف واحد في 10 اهو. ال 15 جذر 2 هتروح لسين مع ضد عقرب الساعة. فين البعد العمودي بقى؟ هتضطر اسقط عمود من سين على خط عمل القوة اهو. العمود اهو. فاحنا قايلين من امتى شويه زي دي 45 يبقى دي 45 واللي فوق 45 ويبقى دي 45 ويبقى الضلعين 10 على جذر 2 يبقى عندنا يبقى في
10 جا 45 زي ما انت بتقول ايه 5 جذر 2. طيب فاضل القوة ايه؟ قف واحد هتروح ضد اقرب الساعة عملناها قف واحد ديت، فاضل قف اتنين ناقص قف اتنين في البعد عمود النص قطر المربع اللي هو 5 جذر 2. ايه الكلام ده بكام؟ بصفر. يبقى 10 قف واحد زائد قلنا دي 5 جذر 2 في يبقى ديت 150 150 ناقص 5 جذر 2 قف 2. ايه الكلام ده بصفر؟ 801. نيجي ناخد العزوم، قال لك بقى ويوازي صاد لام، قطع من المحصيه يوازي صاد لام، يبقى العزوم حول صاد بيساوي العزوم حول لام. طب نشوف على الرسم كده يا استاذ محمد، العزوم حول صاد هيبقى ال 20 والقاف واحد والقاف اتنين عزومهم بصفر. يبقى لا عزم الخمسه وال 15 جذر 2، الخمسه هتدور مع عقرب الساعه يبقى سالب 5 في 10. ال 15 جذر 2 فين البعد العمودي؟ صدفه، بالصدفه البعد العمودي هو صاد لام، صاد لام يعني عشان دي 45. بس لو ما كانتش كده كنت هقول الوتر في جيب الزاويه واشوف الزاويه المقابله دي. ايوه وده بيحصل في مسائل كتير قبل كده. مش هنعتقد، اصل ده انا خايف ان هو عشان شافنا بنعمل لازم نجيب واحده تانية العمود بتاعها مش جاهز. ما في الامتحانات هنعمل الكلام ده في الغالب كتير. بتبقى عمود بينزل هيبقى الوتر في جيب الزاويه، يعني عشان دي زاويه ايه بيبقى بقى في وش الزاويه عين. يبقى الوتر اللي هو تحت ده 20 جا عين، نجيب جا عين بقى من المثلث اللي هي عين اللي على الشمال ده. طب ليه ما عملناش كده دلوقتي؟ لان انت اوريدي عندك عمود. عاوز اعمل اعملها. وهتلاقي هو برضه. اللي هو 20 لا لا طب استنى، هو صحيح العمود 45 و45 ما خدتش انا بالي. هيبقى يلا ننزل عمود وهيطلع نفس الطول، هيطلع العمود هو بس هو مفيش عمود تاني، هو عمود واحد. انت عارف انت يعني لو عايز تعمل اعمل عمود وكانك انت مش واخد بالك هيطلع طوله كده. برضه 20 جنيه 45 هيطلع ايه. تمام طيب خلصنا من العزوم حول ايه؟ صاد. لما ناخد العزوم حول لام بقى هيبقى كل القوى دي عزمها صفر، يبقى لها عزم ال 20 والقاف واحد. طب نجمع الكلام ده بقى كده اهو اهو، بما ان خط عمل المحصلة يوازي صاد لام يبقى العزم حول صاد بيساوي العزم حول لام. واحنا قلنا برضو العزم برضو بسرعة اهو، العزم حول صاد يبقى ديت ودي ودي عزومهم بصفر، يبقى الخمسة والخمسة جذر او 15 جذر 2، يبقى عندنا سالب 5 في 10 زائد 15 جذر 2 البعد العمودي اللي هو قطر المربع يبقى 10 جذر 2 يساوي العزم حول لام اهو. يبقى القوه 5 والقوه قف 2 والقوه 15 جذر 2 عزومهم بصفر، يبقى ال 20 والقف 1 ضد عقرب الساعه يبقى 20 في 5 في 10. وعندنا قف 1 في 10 برضه. يبقى سالب 50 زائد ده 150 في 2 ب 300 200 زائد 10 قف 1 هيجي يبقى 100. يبقى عندنا 150 ناقص هيبقى عندنا 50 قف 1، لا دي 50 بس، يبقى عندنا هتبقى 50 بس هو 10 قف 1 يبقى قف 1 بخمسة نيوتن. وعندي المعادلة واحد بقى اللي هي 10 قف 1 يبقى 10 في 5 زائد 150 زائد 5 جذر 2 قف 2 بيساوي صفر ناقص. يبقى 50 زائد 150 بيساوي 5 جذر 2 قف 2، يبقى قف 2 هتساوي 200 على 5 جذر 2 اضرب في جذر 2 على جذر 2 هيبقى دي 10 يبقى 20 جذر 2 نيوتن. عايزين بقى نتعود شويه كده على شكل المسائل اللي بيكون فيها رسمه وانا بطلع منها المطلوب. زي مسالتنا اللي معانا دلوقتي، انا حضرتك قلت لي ان انتوا المره اللي فاتت اخدتوا رسومات كتير من النوع ده. ودي من الرسومات، ودي من ضمن الحاجات اللي هتبقى مرشحه بقوه في الامتحان السنه دي، وموجود منها كتير عندك في السنه دي في كتاب المدرسه الجديده. فالرسمه اهي واضحه وجنبها بيقول لي ثنيه قضيب اسمه ا ب طوله 100 سنتي عند نقطة هي نقطة منتصفه ميم، بحيث أصبح ألف ميم عموديا على ميم باء.
أثرت مجموعة القوة 10 و20 و30 جذر 2 ثوق لكيلوغرام عند الطرفين ألف وب، كما هو مبين بالشكل المقابل. فما هو مقدار القوة قاف التي يجب أن تؤثر عند منتصف ميم ب وفي الاتجاه الموضح بالشكل المرسوم، بحيث ينعدم المجموع الجبري لعزوم هذه المجموعة حول نقطة ممكن بقى أحلل دي مركبتين على طول أسهل، هي تحس انها عايزه تتحلل صح، بس في هنا ملحوظتين يعني او حاجتين مختلفتين عن بعض. اما ان القوه خارجه، ما اعرفش انتوا قفلتوا النقطه دي قبل كده يعني يا اما خارجه يا اما تبقى داخله الوضع، مش مشكله لا مشكله بس نحللها برضو في داخله هنحللها بس مشكله ان هيبقى ده وضع وده وضع، مش هيبقوا في نفس الاتجاهات. لا ما هو ده نحللها اديتهم واحده ان هم اللي برضو كان في واحده داخله دي خارجه فواضح، الثانيه لو داخله برضه ما داخل ممكن امدها ايوه تمام. طيب هنا هتبقى هنا كام؟ 30 جذر 2 جا جتا 45 وفوق جا 45 30 جذر 2 جا 45 ودي انتهت مهمتها. هو قال لك العزوم حول مين بقى؟ حول مين؟ مش كده؟ قال لك بحجر عدد مجموع عزوم القوى حول مين، يبقى العزوم حول مين بتساوي صفر. يلا ناخد العزوم حول مين. القوة 10 هتروح لمين مع عقرب الساعة، يبقى سالب 10 في 50. بعد كده القوة قاف هتروح لمين ضد عقرب الساعة، يبقى قاف في 25. نيجي بقى المركبتين دي في عندنا على 20 الاول هتدور مع عقرب الساعة 20 في 50، وبعدين عندنا ناقص 30 جذر 2 جا 45 بواحد على جذر 2 هي مرة واحدة بقى في 50. نيجي التانية دي 30 يبقى سالب 30 جذر 2 في واحد برضو على جذر 2 في، لا دي عزمها بصفر عشان القوة دي هتمر بنقطة ميم، يبقى دي عزمها بصفر. يبقى عندنا هتبقى ناقص 100 ناقص 500 زائد 25 قاف ناقص 0 0 1000 ناقص جذ 2 مع جذ 2 يبقى 1500 بيساوي صفر. يبقى عندنا هتبقى سالب 500 يبقى سالب 1500 يبقى سالب 3000 يبقى 25 قاف بيساوي 3000، يبقى قاف 3000 على 25 هتطلع بكام؟ ب 120 نيوتن. ده لا حل تاني يا استاذ محمد ان انا امد ده على استقامته واسقط عمود. ده احنا حليناها السنه اللي فاتت لو تتذكر حضرتك. هي لان المساله دي كانت موجوده مرسومه كده في المسائل اللي نزلت في نهايه السنه اللي كانوا 50 سؤال دول، وكان قبلها موجود زيها في دليل التقويم القديم، فما كناش بنحل كتير بالموضوع التحليل، كنا بنمد ده ونسخه عمود وكنا بنحله كده يعني زياده من عندنا لانه المنهج ما كانش فيه بس خلاص التحليل اداني رخصه ده دلوقتي رسمي. لا بس اللي حابب عايز يجرب بعد الحلقه ينزل التحليل. ما هو مد بص مد اهوت ونسخه عمود، وبالمناسبه العمود سهل. العمود ما ده 45 ايوه ولو مش 45 الوتر جيب الزاويه طيب ننتقل للمسألة اللي بعدها، رجعنا للمستطيل بس المطلوب مختلف المرة دي. بنتكلم برضو عن مستطيل ألف ب ج د، ده أثرت فيه مجموعة من القوة في مستوى المستطيل. بص بقى الاختلاف في المسألة انه مش محدد لي هي فين بالظبط. الأول بيقول لي ألف ب ج د مستطيل فيه ألف ب 18 سنتي ب ج ب 24 سنتي، أثرت مجموعة من القوة المستوية في مستوى المستطيل فيما نعرفش، فإذا كان المجموع الجبري لعزوم هذه المجموعة من القوة حول ألف وجيم ب 180 والمجموع الجبري لعزوم نفس القوة حول ب بسالب 180. إيه ده؟ 180 وسالب 180؟ فإذا ده معناه إن خط عمل المحصلة على طول بينصف البعد بينهم. اثبت إنه خط عمل هذه المحصلة يوازي القطر ألف جيم ويمر بمنتصف ألف ب وكمان ب جيم ثم أوجد محصلة. دي أحلى من يعني من أحلى المسائل اللي شفناها النهاردة. يبقى عندنا مستطيل أهو فنعملها بالراحة بقى.
مش عارف هنلحق ناخد ال ده لسه بدري. ادي الف ادي ب ادي ج ادي عندنا مسدس تاني ومتوازي اضلاع تاني ونخلي موضوع العزوم في ثلاث ابعاد ده مع بدايه الحلقه الجايه. بيقول لك في مجموعه من القوى شوف بيقول لك ايه قصات مجموعه القوى في مسلسل وسطي الفيلم انا ما اعرفش بس جه قال لك المجموع جاب لعزوم القوى حول الف و ج بيساوي 180 يعني العزوم مجموع عزوم القوى حول الف بيساوي مجموع عزوم القوى حول ج بيساوي 180. نستنتج ايه يا استاذ محمد؟ ان خط عمل المحصله يوازي الف ج اهو. يعني انت لو وصلت الف ج كده ادي يبقى خط عمل محصله عامل ازاي يوازي الف كده كده انا مش عارف. هو ده الجزء اللي مش محتاج تفكير لان ده ملحوظه حول الف قد حول ج يوازي. مش بس انا مش عارف كده اتجاهه فين ده انا مش عارف المنطقه اللي هو فيها مش عارف هنعرفها حالا. بص بقى قال لك العزوم حول ب بسالب كده اتعرفت بقى يعني بيساوي سالب العزوم حول الف بيساوي سالب العزوم حول ج يبقى خط عمل محصله ينصف الف ب وينصف كمان ب ج يبقى معنى كده ان خط عمل محصله اهو. طب طالع ولا نازل؟ هنشوف حالا نعرف. يبقى ده وده 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 يبقى نقوله كده اذا خط عمل المحصله ينصف كل من ده المطلوب الاولاني على فكره وبيجي. طيب اتجاه المحصله فين؟ اكيد طالع لانه العزم حول ب بسالب 180 والعزم حول ب بالموجب يبقى العزم اهو يبقى ديت قاف اهي يبقى المحصلة كده يبقى دي المحصلة اتجاهها كده. جاء لك عاوز اجيب المحصلة هو ده السؤال اصلا اللي فات ده مش سؤال خالص هو بقى عايز يجيب المحصلة نفسها قد ايه نجيبها بقى. فانا عندي المحصلة هتمر حول ب مع عقرب الساعة يبقى العزوم حول ب بيساوي سالب 180 طب العزم حول ب هيبقى سالب ح. فين البعد العمودي؟ البعد العمودي هسقط عمود اهو يبقى بقليدس. شوف بقليدس بقى فايدتها ازاي. ده 9 ده 12 يبقى ده 15 يبقى سالب ح. ده انت لو حللت المحصله بعد ما عرفت اتجاهها يا استاذ شعبان بعد ما تخلص كده يبقى انت حللت. مش انت يعني لو الطالب كده عايز يستمتع بالنوع ده من المسائل وبالرياضه بشكل عام يوم ما خلص دي ومطلع الناتج ويمسك المحصله اللي عرف اتجاهها وعرف انها بتنصف ب ج اللي ب ج ده طوله موجود ب 24 وشفوي ال 12 ما هو 24 مقسومه 12 يعني عارف انت ممكن متعه 9 في 12 على 15 الكلام ده بيساوي سالب 180 هقدر استنتج ان ح هتساوي ب 25 وزي ما بيقول الاستاذ محمد طالب يقول لك ايه طب ما انا حلل حاضر المركبتين عادي خصوصا ان واحده فيهم حزمها حول به طار كده هيبقى هنا هسمي دي زاويه ايه وهي دي اجيبها من المثلث برضه موجود اهو هيبقى ح جتا ي وح جايه دي طبعا عزمها يبقى ح جايه اللي هي صح كده والعمود نص الضلع الطويل بيه 12 سهل لا ده انا مش محتاج اعمل حاجه يعني ده طب ايه رايك ان دي اسهل من الاولانيه عشان المره دي الاضلاع موجوده بس جاي لازم اقول 9 على كام على 15 يعني بقى عندنا الخيار تمام يعني اظن استاذ محمد هقول له سالب ح جايه في 12 بس بتساوي سالب 180 شكرا يبقى سالب ح طب جايه بكام ب 9 على 15 بس نفس الناتج في 12 بتساوي نفس الكلام 9 في 12 على 15 يعني طيب تاني مرة هناخد شكل سداسي منتظم بس اكيد مش زي السداسي اللي اخدناه في بداية الحلقة هنشوف الاختلاف في المعطيات ولا في المطلوب بس نقولها الاول يقول الف ب ج د الف ب ج د هي واو سداسي منتظم طول ضلعه 10 سنتي ايوه اثرت في الراس د مجموعة من القوى التي مقاديرها قاف واحد واثنين جذر ثلاثة وقاف اثنين وثلاثة جذر ثلاثة واثنين نيوتن في الاتجاهات دال جيم ودال ب ودال الف ودال واو ودال ه على اترها انا ما ادور عليها طب تاني بقى اهو
ألف ب ج د ه واو سداسي منتظم طول ضلعه 10 سنتي. أثرنا في الرأس دال بمجموعة من القوة اللي هي قاف واحد واثنين جذر ثلاثة وقاف اثنين وثلاثة جذر ثلاثة واثنين نيوتن في الاتجاهات دال جيم ودال به ودال ألف ودال واو ودال هيه على الترتيب. اوجد القاف واحد والقاف اثنين إذا علم أن مجموع عزوم هذه القوة ينعدم حول ألف يعني بيساوي صفر ومجموع عزوم المحصلة حول به بيساوي 70 جذر ثلاثة في بقى. اتجاه ألف لازم أحدد الاتجاه لأنه أنت لو رسم رسمتك قالب به جيم دال دي تخليها سالب وانت كتبت العزم زي ما هو مكتوب في ورقه الاسئله تطلع غلط ما انا عمال اعملها عشان ايه دي جت عشان احنا على فكره من حوالي 6 سنين هي بالارقام دي المسائل الاخرانيه دي شوف طالما نهينا الدرس بيبقى دايما المسائل الاخرانيه مسائل اسئله ولو اننا لسه ما نهنوش يعني في لا لا في الجزء بتاع عزوم القوى المستوي على فكره بتاعه المستطيل دي جت في الدور الثاني السنه اللي فاتت اللي بتاعت المحصله بتاعت المستطيل ده اللي فاتت ده الثاني 2016 ايوه والسداسي دي جت بارقامها دي من حوالي 6 سنين طب نرسمها بقى ده سداسي اهو ده ألف ده ب ده ج ده د ده ه ض ده طول 10 سنتي أثرت في الرأس د ق واحد في اتجاه د ج وبعدين عندنا 2 جذر 3 في اتجاه د ألف ولا د ب د ب اثنين جذر ثلاثة وده الالف قف ده الالف قف اثنين وبعدين ثلاثة جذر ثلاثة في اتجاه ده الواو وبعدين عندنا ده اللي هي فيها اتنين قال لك العزوم حول ألف بينعدم ينعدم العزوم حول ايه حول ألف يعني العزوم حول ألف بيساوي صفر يعني ده العزوم حول ألف اولا ده 120 يبقى زائد دي 30 يبقى دي 30 يبقى دي 90 عشان ينفعك في البعد العمود يعني ألف بيه عمود على به ده تمام كده؟ تمام خلاص بقاش فيه مشكلة يلا لما ناخد العزوم حول ألف هيبقى القوة قاف واحد هتروح لألف ضد العزوم حول ألف يبقى القوة قاف اتنين دي عزمها بصفر يبقى لها عزم اتنين جذر تلاتة هتروح لألف ضد عقرب الساعة البعد العمودي نص اللي هو يعتبر خمسة جذر تلاتة زي ما احنا قلنا قبل كده هو احنا واحنا بنقول في الجزء الاول من الحلقه خواص السداسي او المسدس كان مهم نقول ان كل زاويه من زوايا المسدس 120 درجه 120 درجه وانه الاقطار سواء القطر الرئيسي او الاثنين الجانبيين لما يطلعوا من اي راس بيقسموا الزاويه بتاعه الراس الى اربع زوايا كل منها 30 ولذلك اللي اسمها به دال دي ده قطر جانبي اهو وعشان هو خارج من نقطة ب فالزاوية دي قايمة لان اللي فاضل تحتها واحدة بس 30 يبقى دي حتى تبقى كده 2 جذر 3 في 10 البعد العمودي 10 مش كده قف واحد هتروح ضد عقرب الساعة البعد العمودي يعني بالبلدي كده او يعني من الاخر لو انا مش هعمل كده بس لو انا طلعت من ب قطر اسمه ب ج وقطر تاني اسمه ب واو فالقطرين دول هيعملوا لي 30 و 30 و 30 هي الزاوية القايمة ده لو انت يعني مش محترف في المسدس يا سيدي اهو من به لو وصلت به هو حتى بص يا استاذ محمد بص الزاوية دي 30
اللي هي جيم ب ده. ما هو دي معروفه للي عارفها. ودي كلها 120. ايوه. ويبقى دي 90 اللي هم ايه بقى ال 90 بوريهم لك اهو. ما باينه تحت اهي. باينه تحت. اختها ده البيه وده الالف وده الواو وده الايه. اختها بقى عند البيه شكلها ايه؟ البيه واو والبيه جيم، دول هم الثلاثه اللي تحت اللي حضرتك شايفهم. وبعدين ليه بقى خف واحد هتروح ضد عقرب الساعه؟ البيه اللي عمود القطر جانبي يبقى في 10 اللي هي قلنا كام؟ 10 جذر 3 القطر الجانبي احنا اتفقنا يبقى 10 جذر 3. نيجي بعد كده 3 جذر 3 هتروح مع عقرب الساعة يبقى سالب في 10. طيب نيجي بعد كده الاثنين قطر جانبي يبقى 10 جذر 3. ايه الكلام ده؟ بصفر. الجذر 3 مع الجذر 3 مع الجذر 3 مع الجذر 3 يبقى 20 زائد 10 خف 1 ناقص 30 ناقص 20 بيساوي صفر. بيساوي صفر. يبقى ال 20 دي راحت مع 20 دي يبقى 10 قف 1 بيساوي 30 يبقى قف 1 ب 3. قال لك بعد كده بقى ايه؟ قال لك العزوم حول ب يساوي 70 جذر 3 في اتجاه ا ب ج د. والله حسب رسمتي دي ا ب ج د يعني العزم ده سالب. اه يعني العزوم حول ب اهو يبقى سالب 70 جذر 3. لا يعني زميلي لما هيحلها والرؤوس بتاعته ماشيه عكس عقارب الساعه هيطلع حل مختلف؟ لا هيطلع نفس الحل. حل بس هو هيخلي باله هو ترى نفس الاتجاه مضاد. لا هو هيطلع نفس الحل النهائي. لكن هو لما هيكتب العزم ده هيكتبه 70 70 لو عمل خروج ضد عقرب الساعه لان اتجاه ا ب ج ده العكس. لما اجي العزوم حول ب بقى هيبقى عندنا القوه دي عزمها بصفر يبقى لها عزم القاف والقاف واحد والاثنين والثلاثة جذر ثلاثة. يلا العزوم حول ب بقى طب نمسك واحده واحده. العزم قاف واحد هتروح لبيت ضد عقرب البعد العمود اهو يبقى عندنا 10 جا 60 اهو يبقى قاف واحد في 10 جا 60. طيب القاف اتنين البعد العمودي بتاعها اهو قاف اتنين البعد العمودي هيبقى هسقط عمود هيبقى 10 جا 60 برضو. لما تسقط عمود حتى كده اهو يبقى 10 جذر 60. نيجي بعد كده 3 جذر 3 مع عقرب الساعه البعد العمودي لو انت وصلت ده كده اهو ده قطر بس الحته ديت عباره عن طولها كام؟ 5 سنتي يبقى البعد العمودي كله 15 عشان القطر كله 23 يبقى دي 15 يبقى سالب 3 جذر 3 في 15 فاضل الاثنين هيبقى قطر جانبي اهو ناقص 2 هيبقى القطر الجانبي عندنا هيبقى في 10 جذر 3 الكلام ده ناقص 2 في 10 جذر 3 بيساوي سالب 70 جذر 3. تعالى نحسب بقى دي هتبقى 5 جذر 3 قاف 1 ودي 5 جذر 3 قاف 2 ودي 45 جذر 3 ناقص 20 جذر 3 بيساوي سالب 70 جذر 3. الجذر 3 مع جذر 3 كل ده مع بعضه وانا طلعت قاف 1 قبل كده ب 3 يبقى دي 15 ناقص 5 قاف 2 ناقص 45 ناقص 20 ناقص 70 يبقى عندنا يبقى ناقص 30 يبقى ناقص 50 ناقص 5 قاف 2 بتساوي سالب 70 يبقى عندنا 20 هتساوي 5 قاف 2 يبقى قاف 2 ب 4. هيبقى متبقي لدينا في هذه الحلقة الممتعة السؤال الأخير.
واعتقد مش هيبقى فيه وقت زي ما اتفقنا ان احنا نخش في عزوم القوى في نظام الثلاثي الابعاد، فهنأجله ان شاء الله لبداية الحلقة اللي جاية. فالحلقة بس دي برضو كانت حلوة استاذ محمد، كانت جت قبل كده في ايه في النماذج يعني دي في دليل تقييم السلبيات. لا انا اقصد الحلقة اللي جاية دي هتقتصر فقط على عزوم القوى في نظام الثلاثي. لا لا هناخد اعتبر نخش في قوى المتوازية بتهيألي يعني هتبقى الحلقة ان شاء الله نستعد ليها. هيبقى ختام مسك الختام للباب الثاني في الغالب هيبقى الجزء الثاني من الحلقة هو بداية القوة المتوازية اللي هو الباب الثالث، وده باب من الابواب القديمة مش جديدة في المنهج بس برضه مهمة جدا الحقيقة. طيب المسألة اللي حضرتك بتقول عليها بقى فعلا كانت في دليل تقويم السنة اللي فاتت، وبتقول انه في قوة تعمل في مستوى متوازي الاضلاع الف ب ج د، بحيث كان القياس الجبري لعزم هذه القوة حول كل من ألف وبه وجيم بيساوي على الترتيب 15 وسالب 10 و15 زي بتاعت المستطيل، بس هنا بقى لقين ما قالش سالب 15 لا قال 15 و15 والتانية سالب 10 اللي زي التانية كانت جاية 180 15 15 وناقص 15 كانت تبقى أسهل كانت تبقى أسهل يبقى بيوازي وينصف وينصف. فاوجد بقى القياس الجبري لعزم القوة حول نقطة الدال. طيب ادي مش معروف القوة فين؟ في مستوى المتوازي. في مستوى المتوازي. ادي مثلا متوازي اضلاع نرسمه كده. ادي ادي الف ادي ب ادي ج ادي د. قال لك العزم حول الف 15 بيساوي 15 والعزم حول ج برضو والعزم حول ج ب 15 انما العزم حول ب بص بقى مش ب 10. طب الاول نقول بقى يبقى العزم حول الف بيساوي العزم حول ج، يبقى خط عمل القوه يوازي الف ج. حلو. يعني انا وصلت الف ج كده اهو، يبقى خط عمل القوة عامل كده، يبقى وزي ألف جيم كده 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 وكده وفوق كمان كده وكده. ما انا بقول اهو بس هنا بقى ايه هو حددها لسه بقى قال لك العزم حول ب بسالب 10 بسالب 10 يبقى معنى كده ان خط عمل قاف هيوازي ألف جيم ويقطع ألف ب وب ج. ليه بقى ما يقطعش ألف دال ودال ج؟ عشان العزم هنا سالب 10 صغير. يعني هو المقصود صغير يعني عزم سالب 10 اصل لو عملت حول لو فوق هيبقى العزم حول ألف هيبقى يطلع بالسالب. هو احنا قلنا او مش عارف قلنا لما قلناش ما كناش معانا قلنا كده في المحصله لا يعني احنا اكدنا على الحكاية انه العزم حول الف بموجب أيوة العزم حول ب بسالب مش لازم ينصف. عملنا اتجاه محصلة هناك عملناها ازاي يعني لازم يبقوا في جهتين مختلفتين. لازم يعني اللي عرفت في المحصلة احنا كنا عملناها اطلعها لك حتى بتاع لا ما صدق اقصد يعني اصل لما قلنا ليه عملنا اتجاه المحصلة لفوق ولا لتحت؟ لا دي حاجة تانية. انا اقصد هو العزم حول مثلا الف بموجب العزم حول ب بسالب، يبقى الف وب في جهتين مختلفتين. ايوه يبقى كمان يبقى خط عمل يبقى المحصل مش منتظم بقى يبقى ده خط عمل قاف. اذا خط عمل قاف يقطع كل من الف ب وب ج. طيب اتجاه قاف فين بقى؟ العزم حول الف بالموجب يبقى اتجاه قاف اهو. تمام؟ تعال بقى نحسب. لما نجيب عزم قاف حول الف هنقول قاف في البعد العمودي. اهو. البعد العمودي اهو. هسميه لم واحد. طيب العزم حول ب هيبقى بالسالب وادي البعد العمودي اهو هسميه لام اتنين.
طب نعملها كده نوسع شوية. العزم حول ألف هتساوي اهو هيبقى قاف في لام واحد. الكلام ده ب 15 يعني قاف لام واحد بيساوي 15 8 نمرة واحد. العزم حول ب اهو بيساوي سالب 10 والعزم حول ب هدول مع عقرب الساعة يبقى سالب قاف في لام 2 يبقى قاف في لام 2 هتساوي 10 نمرة 2. تعال بقى عاوزين نجيب عزم قاف حول دال. عزم قاف حول دال هيبقى هنسقط عمود من دال على خط عمل قاف اهو العمود ده. العمود ده عبارة عن جزئين. الجزء ده هو من هنا زائد الحتة دي. الحتة دي زي اللي فوق لام واحد. طب الجزء ده اللي هو من هنا الجزء ده الحتة لو دي زي, زي اللي فوق لام واحد ليه؟ ما ده زي ده مستطيل. عشان من نقطة ألف أنا نزلت عمود على خط عمل القوة. أيوه ده عمود وده عمود. وده جاي من فوق أصلا من نقطة دال عمود. عمود. عندنا هنا بقى لو أنا مديت ده على استقامته لو سميت دي به نون وده به كاف ده الكاف هنبص التائي ان به نون بيساوي ده العين. اصل هو المشكله ان ده مش معين فالقطرين مش متعامل. لا مش متعامل من الاخر كده ده لو معين ما كناش نتعب التعب ده كله. فعشان كده انت كانك انت العمود اللي فوق اللي نزل على القطر ده من نقطه ب اخوه هو العمود الساقط من دال على نفس القطر. على نفس القطر. يعني به نون بيساوي دال عين. والزياده بقى اللي تحتها قد الحته اللي نازله من فوق. طب ده به نون عباره عن لام 2 زائد لام 1. يبقى معنى كده لما ناخد العزوم حول دال هنقول قاف في دال كاف. قاف دال كاف ده عبارة عن ايه؟ دال عين زائد عين كاف. ودال عين عبارة عن لام واحد زائد لام اتنين. اهو لام واحد زائد لام اتنين زائد الحتة بتاعت لام واحد كمان لام واحد يبقى قاف في اتنين لام واحد زائد لام اتنين يبقى اتنين قاف لام واحد زائد قاف لام اتنين. واصلا قاف لام واحد بخمستاشر يبقى اتنين في خمستاشر التانية بعشرة بعشرة يبقوا تلاتين وعشرة يبقى 30 زائد 10. هي تبدو كده لكن هي سهله على فكره. هي تبدو سهله جدا. وانت لو جربتها تحلها لوحدك رسمه بايدك تاني اهو تاني بسرعه اهو تاني بسرعه اهو لما نجيب عزم قاف حول الف سهله دي هيبقى قاف في البعد العمودي اللي سميته لام واحد. لما اجيب عزم قاف حول ب برضه هيبقى طبعا هيبقى سالب قاف في قاف 2 يطلع بال10. هو بقى هو هي الاشكال في الحته الثانيه دي. لا لا مش اشكال هي بقول لك انت لو حليتها رسمتها بنفسك اي طالب رسمها بنفسه هيلاقي الموضوع واضح جدا زي ما واضح في الرسمه كده. ان هو ب نون هو العمود الساقط من الراس ب على القطر قد هو نفس العمود اللي نازل على القطر عشان المسلسلين دول متطابقين اصلا. الزياده بقى الحته زاد الحته اللي هي عن كاف دي اللي هي تعتبر لام واحد. واحنا هنسال اخر مره قبل ما نختم هي ليه الحته دي قد الحته اللي فوق عشان ده مستطيل يعني. لا لا مستطيل لان دي عمود ودي عمود ده مستطيل بس هو اي عمود وعمود يعمل مستطيل. لا عشان في توازي كمان متوازيين. لان خط عمل قوه بيوازي قاف بيوازي الف جيم وانت لو عملتها لحد الخطوه الاخيره دي هتلاقي ان طالع قاف لام وضربت في اتنين ثم قاف لام اتنين لوحدها ب 10 هيطلع بكام؟ ب 40. احنا كده وصلنا للاسف الوقت جري بسرعه كالمعتاد وصلنا لنهايه الحلقه لكن كلامنا في العزوم لسه من فاضل بقى اللي هو العزوم اذا كانت القوه في ثلاث ابعاد. لا ان شاء الله لو عشنا بقى الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنبتدي بيها الجزئين دول الجزء الاول من الحلقه مصحصحين كده بثلاث. لا والله احنا مصحصحين بس المخرجه استاذتنا المخرجه الجميله بتقول وقت خلص فاحنا نفسنا نقعد اكتر من كده ونكون نخلص بقيه العزوم بس ملحوقه الاسبوع الجاي ان شاء الله بالعزوم في ثلاث ابعاد ان شاء الله ثم القوى المتوازيه نبدا في الباب الثالث ان شاء الله القوى المستويه المتوازيه. الاستاتيك على فكره الرابط تخلص ان شاء الله رغم ان احنا لسه بنبدا بس الرابط تخلص لا لا مش مجازا والله لانه لاحظ انه الباب الثالث ده هنخش فيه هو الباب الثالث من اصل ست ابواب فبالتالي يبقى خلصنا النص اهو لو خلص الباب الثالث على شهر 12 نكون مخلصين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله
بنشكرك طبعا استاذ شعبان المعتاد، شكرا جزيلا على مجهودك اللي عملته معانا النهارده، في انتظار المزيد والمزيد، وعايزين بقى ننفذ اللي اتفقنا عليه. ايه رايك من اول الحلقه ان شاء الله نحاول ناخد حتى لو ربع ساعه كده ولا نص ساعه بالكثير مقتطفات، هو نفس الكلام بس في صوره سؤال اختيار متعدد او اكمل كنوع من التدريب ان شاء الله. حتى يا سيدي لو ما اتغيرش نظام، مع انه هيتغير، احنا على الاقل عندنا سؤال موضوعي فنتدرب عليه. اشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه، نشكر كل اصدقائنا طلبه وطالبات الثانويه العامه، مع تمنياتنا لكم بكل توفيق وتفوق، الى ان نلتقي لكم من اطيب الامنيات.